يروح يقدم شكوى في الوزارة بشكل رسمي جدا ببيان معلن اللي هو اللي قلت لحضرتك بيتعلق في لوحة الإعلانات، بيصور ياخد صورة منها ويرفق بيها شكوى رسمية فيها اسم الطالب ثلاثي، رقمه القومي ورقم ولي الأمر. والوزارة على فكرة مشكورة بترد بقى على الشكاوي، يعني أي حد بيتصل بالوزارة وبيبعت شكوى بشكل رسمي بيبدأ فيه لجان متابعة تتصل بالشاكي وتقول له إيه شكواك، فعلا عندك كذا كذا كذا، وتبدأ تنزل لجان متابعة للمدرسة دي تتحقق من صدق الشكوى وترجع تتابع تاني مع ولي الأمر. هل لو الطالب مش في المدرسة، يعني أنا دلوقتي رحت سألت والسنة اللي بعدها رصدت إن في يعني اختلاف وأنا ابني مش في المدرسة، من حقي أقدم شكوى؟ لا، ما هو أنت هتقدمي شكوى بناء على إيه؟ لازم يكون الابن في المدرسة، لازم تكون مقيد عشان تقولي إن السنة اللي فاتت كان كده وأنا كنت بدفع كده والسنة دي بدفع كده، علشان يبقى الفرق ده هو اللي فعلا الزيادة المطبقة. لازم ابقى مقيد. هو يمكن في بعض الحالات مثلا انه كان هيدخل المدرسه دي السنه اللي فاتت فما عرفش، فجه السنه اللي بعدها قال احول ابني او اقدم له في المدرسه دي، فبيتكلم على المصاريف بمصاريف جديده. طب هيجي يقارن نفسه بالطالب زميله اللي كان مقيد قبل كده، هتلاقي اللي قبله اتطبق عليه 7%، لكن هو دخل بمصروفات جديده، فهنا في فرق على فكره ولي الامر لازم ياخد باله منه. انا لو عندي طفلين، طفل مقيد في المدرسه دي والطفل التاني ما لحقتش انقله، تمام، الطفل الاولاني ده هيتنقل بال7%، هيتحرك من جريد 2 مثلا ل3 او سنه تانية ابتدائي لثالثه ابتدائي بال7%. طب دخلت اخوه على نفس التوأم بتاعه على نفس السنه اللي هي ثالثه ابتدائي، لا هيدخل بمصاريف جديده، ملوش علاقه بالظبط، ملوش علاقه باخوه لان اخوه داخل فتضاف عليه 7% بتوعه. لكن السنة الجديدة بمصروفات جديدة للجدد، للطلبة الجدد. دي نقطة مهمة جدا طبعا، لازم ناخد بالنا منها.